السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا بحب التراب جدا. تحب إيه؟ أنا بحب التراب جدا. التراب؟ بس أنا عارف إن الكلاب بيشرقها حرام. تحب الكلاب ولا التراب ولا إيه؟ مش فاهم. لا أنا بحب الكلاب. تحبين الكلاب؟ آه. وبعد؟ وأنا عارف إن شرق الكلاب حرام. وانت عارف ان اشتري الكلاب حرام وبعد؟ فجارتي عندها كلب، فعايزة اسألها اطلع لها معاها مرة وكده. تلعب مع كلب؟ مرة يعني جارتي عندها كلب. بس نجسك ولا لا؟ ماشي، ينفع تلعب مع كلب مرة بس حصل اللعاب يغسل جسمك اذا مسك الكلب. اغسل جسمي؟ الكلب بيلحس فيك ولا لا؟ ما بيلحس خالص ولا بتيجي ناحية فمه؟ لا بيجي بس ما بيلحس. يا طيب يا بني. طب لو حصل حاجة أعمل إيه؟ تغسل نفسك، يعني إذا لحس إيدك لحس ثيابك تغسل المكان. طيب. الله يسلمك، بس ما تكترش اللعب مع الكلاب. حاضر. بني آدم أحسن من الكلاب ولا لا؟ الله يقول ولقد كرمنا بني آدم. كلب اللي أحسن ولا صاحب طيب تتعلم معه القرآن وتتعلم معه السنة؟ حاضر. الله يبارك فيك يا بني. الله يكرمك يا بني.